في إطار الدورة 17 من مهرجان موازين إيقاعات العالم. وعلى منصة سلا نجحت ثلاثي الحسين أيتوب عمران وعزيز المغربي وزكريا الغفولي في إمتاع جمهور المنصة بسهرة فنية متميزة غلبت عليها أنماط الموسيقى الشبابية والشعبية والأمازيغية. واستهل الفنان أيتوب عمران الحفل مرتديا الزي الصحراوي التقليدي بتأدية باقة من الأغاني المستوحاة من التراث الأمازيغي الأصيل، حيث يبرهن على غنى وتنوع الثقافة المغربية مضيفا عليها لمسته الفنية الخاصة. وتميز أيضا الفنان الأمازيغي بحيويته ونشاطه على الخشبة ورفقة الأوركسترا التي رافقت، جعل الحاضرين يتفاعلون معه بقوة ويستمتعون بعرضه الفني. وتلاه على المنصة ذاتها الفنان الشعبي عزيز المغربي، حيث استقبله جمهوره بحفاوات كبيرة وأطرب بدوره الحاضرين بتشكيلة من الأغاني العربية والمغربية من قبيل على باب واقف أمارين للموسيقار اللبناني الراحل ملحم بركات، مدخلا عليها كلمات وإيقاعات مغربية ولقيت استحسانا كبيرا من طرف الجمهور. وأدى العزيز المغربي في ختام الحفل توليفة من الأغاني الشعبية المعروفة من قبل من نوم ننتا ودبيجي الكبيدة دبيجي وجيبوا لي يا ولد عمي، حيث جعلت منصة سلا تعيش في جو من أجواء الأعراس المغربية وأدخلت الحاضرين في حالة نشوة لا يمكن إلا للإيقاعات الشعبية الصاخبة أن تكون سببا فيها. واعتلى المنصة بعدها النجم الشاب زكريا الغفولي، والذي استهل فقرته بتأدية أغنيته ذات الصيت الذائع حبينو، والتي لقيت ترحيبا كبيرا من طرف الجمهور. تلاها بمجموعة من مقاطعه من قبيل الحب زوين ومطى العاش والشكامة. مهرجان موازين إيقاعات العالم في نسخته 17 اختار بأن يواصل جهوده لإمتاع جمهوره المتعدد الأذواق ويجد فيه لون من الألوان الموسيقية التي يحبها، خاصة عشاق الأغنية المغربية، حيث يجدون مساء كل يوم على منصة سلا باقة من نجومهم المفضلين يمنحهم لحظات موسيقية ماتعة.